موضوع ثاني أيضا اليوم هو عن انتفاضة مدينة أربيل عام 1991، وشلون استطاع الشعب الكردي كسر حاجز الخوف، وشلون استطاع أنه ينتفض ضد الظلم والحكم الدكتاتوري. صحيح، وفي مناسبة ثالثة كمان أنه بهذا اليوم بيصادف الذكرى 52 لتوقيع اتفاقية بين 11 آذار 1970 بين الحكومية العراقية وقيادة البارتي اللي كان بيمثل بهديك الأيام قيادة الحركة التحررية الكردية ولا زالت مريم. وأكيد طبعا لحتى نسلط الضوء على هاي المناسبة بيسعدنا أنه نستضيف المحلل السياسي المخضرم والأستاذ الجامعي السيد عبد السلام برواري. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا نورتنا. بكم، نرحب بك مرة ثانية أستاذ عبد السلام برواري. بس قبل ما نسألك عن ظروف توقيع اتفاقية 11 من آذار وشنو هي أسباب توقيعها، وبس قبل هذا حكينا شوية عن انتفاضة شعب كردستان عام 1991 وخصوصا انتفاضة أهل أربيل. نعم، شكرا جزيلا على الفرصة، وأهنئ كافة العاملين في القناة والذين كانوا وراء انبثاقها، أتمنى لها النجاح. في الحقيقة انتفاضة شعب كردستان في التي بدأت في 5 آذار كانت نتيجة لمجموعة من التطورات التي حدثت في المنطقة. يعني في 91 عندما غزا صدام حسين الكويت حقق ما تنبأ به الرئيس البرزاني خلال معركة خاكورك في 1988 عندما قال إن هذا النظام بهذه التشكيلة العسكرية وهذه الطموحات وهذه الطبيعة لن يقف عند هذا الحد وسيقوم بمغامرة حمقاء لا حساب لها وقد تؤدي إلى انتهائه. وفعلا عندما بدأت الانتفاضة الشعبانية في الجنوب وانتفاضة كردستان شاهدنا أنه خلال أسبوعين تم تحرير كل المنطقة، يعني كل كردستان جغرافيا وتاريخيا بضمنها كركوك يوم 21. أظهرت الانتفاضة مدى عزلة النظام عن الشعب وكيف أن شعب كردستان وشعب العراق بصورة عامة كان مسلوب الإرادة وكان ينتظر فقط عاملا ربما أوسع من العامل الداخلي. نعم. لكي يتحرك. ولكن مع الأسف الشديد منذ ذلك الوقت أيضا ظهرت أن أمريكا والذين يخططون لخطواتها خلينا نقول التكتيكية بعيدون عن قراءة واقعية وصحيحة لأوضاع المناطق التي يكون لهم فيها وجود. لذلك استفاد النظام السابق من سماحهم على الأقل بتحريك قواتهم وحتى المروحيات، وتم القضاء على الانتفاضتين. شعب كردستان طبعا لم يكتفي بذلك، فبدأت الرحلة المليونية، وكان هذا في الحقيقة استفتاء وتصويتا على رفض شعب بكامله للعيش مع النظام. ولكن المقاومة التي أبداها البيشمركة ملحمة كوري ووقوف الرئيس البرزاني على رأس المقاتلين وكلام الذي قال قد عشت وعايشت الغربة ولا أريد لكم أن تعيشوا في الغربة، إما يجب أن نموت على هذه الأرض دفاعا عنها أو نعيش بكرامة، هذا أعاد مرة أخرى لنقول الحياة إلى روح المقاومة. وصولا إلى صدور قرار أمم المتحدة بإقامة منطقة الآمنة. أربيل كانت دائما يعني منذ القديم حقيقة مرتعا وساحة للأفكار وللتوجهات القومية والوطنية، يعني برز منها كوادر متقدمون في الحزب الشيوعي، في الأحزاب الكردستانية، حتى في الحركة الإسلامية يعني في الخمسينيات والستينيات. لذلك كان طبيعيا أن ينجح أهالي أربيل بسهولة في تنظيف لنقول مدينتهم من رجال ومؤسسات النظام. هناك ملامح كثيرة ربما لا يسمح المجال لي أن أتكلم عنها، ربما ستغطوها في برامج أخرى. حتى المرأة الكردستانية يعني هناك أمثلة عظيمة في أربيل، بالذات انتفاضة أربيل المرأة كانت هي التي في أكثر من موقع تقود الشباب وتحمسهم وتجعلهم فعلا يفتخرون بأنهم إن لهم أمهات ولنقل أخوات مثل هذا. طبعا الانتفاضة كانت في النهاية
بداية مرحلة جديدة ومختلفة في تاريخ حركة التحرير الكردية. نعم. وذلك بإقامة الإدارة الكردستانية. نعم. في 1992 من انتخابات وتعدد حزبي إلى آخره. نعم، يعني شو شكلت اتفاقية 11 من آذار برأيك بتاريخ وذاكرة الشعب الكردي وحتى الشعب العراقي قاطبة؟ نعم، تعرفين يعني في بعد ثورة 1958 وبالذات وجود مادة ثالثة في الدستور المعقد من العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن، وحتى ظهور رمز يدل على الكرد مثلا حتى في العلم العراقي. نعم. ورجوع البرزاني الخالد مع المقاتلين 500 من الاتحاد السوفيتي وإجازة الحزب الديمقراطي الكردستاني، كانت السنة الأولى والسنة الثانية بعد 58 حقيقة مبعث أمل لكل الشعب العراقي بأنه سيعيش أخيرا بعد النظام الملكي وكل ما يلحق به حياة جديدة، ولكن سرعان ما كان التيار الحقيقة الشوفيني هو الذي تمكن من استغلال بعض الأخطاء أو بعض الظروف الداخلية وتحول النظام إلى ممارساته التي كانت، يعني النظام هو نظام حتى في العهد الملكي. نعم. اندلع ثورة 11 أيلول 1961، منذ اندلاع الثورة إلى توقيع الاتفاقية آذار لم تدخر القيادة الكردستانية فرصة، إذا كانت هناك فرصة للتفاوض والوصول إلى حل. نعم. جرت مجموعة من المفاوضات مع مجموعة من الأنظمة، ولكن في النهاية في 1970 ممكن أن نقول أجبرت، إذا لم تكن كلمة أجبرت كلمة علمية أيضا في قراءة التاريخ، أجبرت القيادة الكردية بصمودها بانتصاراتها قيادة حزب البعث آنذاك بأن تدخل معها في مفاوضات. نعم. ولأول مرة في التاريخ يتم من خلال وثيقة من وثائق الدول الأربعة التي تقسم كردستان بينها وثيقة دستورية تعترف بحق شعب كردستان. نعم. بالحكم الذاتي، ومع أنه لم يتم تطبيقه، مع أنه تم تطبيقه بعد 4 سنوات بشكل مشوه ومجرد صوريا، ولكن أهمية اتفاقية آذار كانت تكمن في أنه في كل الاتصالات والمفاوضات اللاحقة كانت الاتفاقية المنطلق. نعم. بمعنى إذا كان لحكومة معينة في بغداد أن تتفق مع الكرد يجب علينا أن تنطلق من مبادئ اتفاقية آذار، وإذا لم يكن هناك تحرك للأمام. نعم. هذا هو أهم شيء فيها. طبعا أتذكر أنا كنت شاب آنذاك، يعني كان هناك صدى عالمي كبير لها خاصة في دول العالم الثالث والدول المتقدمة، وترحيب كبير، وأعطت فرصة أيضا خلال 4 سنوات، لأن الاتفاقية كانت تتضمن أنه بعد 4 سنوات يبدأ التطبيق. نعم. خلال هذه 4 سنوات كانت هناك حرية تقريبا بالنسبة لنا، ولو العراق شيئا فشيئا بدأ يتوجه نحو الدكتاتورية وسيطرة. نعم. الحزب على كل المرافق، ولكن وجود عناصر قيادية في من الحزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة العراقية، وجود كوادر متقدمة على مستوى المحافظات، منظماتنا مثل منظمة اتحاد الطلبة، اتحاد الشبيبة، النساء، حتى الحزب نفسه، نشاطات ثقافية فنية، أعطتنا فرصة لكي نثبت بأننا مؤهلون أن نحكم نفسنا. نعم. بأن لدينا قدرات إنسانية. طيب، وهذا ما استفدنا منه طبعا حتى بعد 91. نعم. طيب سؤالي لك أستاذ عبد السلام، يعني برأيك هاي الاتفاقية هل حققت نجاح أو هل حققت ما يطمح له الشعب الكردي؟ لا، هو في الحقيقة شوفي، يعني الشعار الرئيسي لحركة التحرير الكردية كانت ديمقراطية للعراق و الحكم الذاتي لكردستان، وهذه جاءت عن نتيجة قراءة منطقية وعقلانية للوضع في العراق. لا يمكن لنا أن نحقق أن نتمتع بحقوقنا ضمن حكم ذاتي في منطقة معينة وهناك نظام غير ديمقراطي في العراق. يعني هذا الربط المنطقي وحتى ورود كلمة الديمقراطية يعني قبل الحكم الذاتي تعني أن محتوى الحركة التحرير الكردية محتوى ينظر بنظرة ناضجة إلى الوضع في العراق. إذن عدم تحققها يأتي أولا أنه الشرط الرئيسي لم يتحقق، نظام البعث لم يكن مستعدا للديمقراطية. نعم. اليوم الذين كانوا ضحايا نظام البعث والذين عانوا منه لليوم هناك في بغداد
ساسة ومفكر حتى على مستوى أكاديمي. نعم. ناس لا يتقبلون فكرة الفيدرالية أو مبادئ الديمقراطية الأساسية. انظروا ما يحدث بعد كل انتخابات، قبول الهزيمة أو اعتبار الهزيمة يعطاه معنى أخلاقي بأنه عيب وكذا. لذلك لم تتحقق من هذه الناحية، لذلك اندلع القتال في 1974 مرة أخرى. ولكن كما قلت مرة أخرى، إذا لم تحقق أهدافها أو سطورها المكتوبة فقد حققت هدف كبير جدا، وهو وضع حد أدنى لمستوى التباحث مع الكرد ومع الحركة التحرير الكردية. صحيح. أكيد شاركني رأي سيد عبد السلام أنه خير من نتحدث عن هاي الاتفاقية الأشخاص اللي شاركوا فيها كانوا موجودين. وزميلنا سيد عبد السلام ذكرت من شوي أنه بال74 بدأ القتال، لكن بعدها صارت اتفاقية الجزائر بين صدام وشاه إيران برعاية هواري بومدين، ويمكن أنا ذاك سميت باتفاقية الشؤم. شو بتقدر تخبرنا عن هذه الاتفاقية؟ نعم، في الحقيقة يعني صحيح هو صدام والشاه وقعوا عليها، وعراب التوقيع كان هواري ومدين لأنه كان خلال انعقاد مؤتمر الأوبك في الجزائر. نعم. ولكن اللي مشاركه للتمهيد لها والتوقيع لهم أكثر. نعم. صدقي كانت أمريكا نفسها، مصر، سعودية، تركيا، كل الدول. ليش؟ نعم. أنا أعتقد هي مشؤومة لأنها أجبرت الحركة التحرير الكردية أن توقف القتال المسلح. نعم. وانتظرنا في الحقيقة أن تحدث مجازر آنذاك. نعم. قبل اتفاق الجزائر بأشهر شعب في نيجيريا، شعب كامل أبيت لأنه قرر أن يستمر في القتال. نعم. بينما كانت الإرادة الدولية مثل ما كان الحال في بالنسبة لنا تتطلب بأن يتم حل المشاكل الموجودة. لاحظي مع شؤمها ومع نتائجها الكارثية، لكن إرادة المقاومة لدى شعب كردستان وإيمانه بقضيته أدت أنه لم يمضي سوى أشهر. نعم. وبمبادرة من الرئيس البرزاني بالذات ومساعدة المرحوم إدريس برزاني، بدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني يعيد تنظيم صفوفه، وإلى أن بدأ القتال مرة أخرى في 26/5/1976. لكن نعم. أنا بتصوري برؤيتي الشخصية. نعم. الاستفادة الكبيرة التي استفدنا منها وربما استفادت منها بعض الحركات الأخرى في العالم من اتفاقية الجزائر هو ما يلي: عندما تكون الأهداف الرئيسية أو لنقول النشاطات التكتيكية لحركة شعب معين لا تتماشى مع المسار العام للتأريخ والمصالح المشتركة لبعض القوى، عندها مهما كانت القضية عادلة، مهما كان الشعب باسلا في كفاحة، لابد من أن يتم القضاء عليها. في 1975 كانت دول العالم كلها وخاصة دول العالم الغربي تعاني من آثار حرب أكتوبر 1973 عندما تم استخدام النفط كسلاح، والخلاف العراقي الإيراني كان طبعا يعني في الحقيقة ودعم إيران من خلال أمريكا لحركة التحرير الكردية كان يعني سيؤدي إلى صراع مسلح بين الدولتين. نعم. هذا الذي حدث في 1980. نعم. يعني لذلك كان من الضروري أولا أن تحل مشاكل دول الأوبك لكي يمكن خلال جو ودي أن تتوصل أوبك إلى قرارات منطقية تخدم طبعا مصالح الدول الصناعية. نعم. فيما يتعلق الإنتاج، كمية الإنتاج، الأسعار. نعم. لذلك كما قلت أنا بالبداية كل الأطراف المتناقضة التحقت مع بعض لكي توصل العراق وإيران إلى اتفاق. نعم. مهما يكون من تأثير سلبي على حركة التحرير. نعم. الكردية. لذلك انتهت كما قلت العمليات العسكرية، لأن واحدة من الفقرات كانت إغلاق الحدود وتعهد الطرفين بعدم مساعدة وعدم إلى آخره. هذا الدرس استفدنا منها في بعد 1991 لحد الآن. نعم. لاحظي الإقبال والقبول والتقدير التي تنظر إليه أوساط العالم وخاصة العالم المتقدم والديمقراطي للتجربة والممارسات في إقليم كردستان. نعم.
تفوق طبعا ما نراه حتى محليا. كان نتائج إيجابية. لأن حقوق الإنسان، النظرة المتطورة للمرأة ودورها، وهو بالمناسبة متجذر في المجتمع الكردستاني. نعم. قبل أن يتأثر بعادات بدوية يتم إعطائها معنى ديني. هذا التعايش المشترك بين القوميات والأديان وقبول الآخر، صحيح، واللجوء إلى يعني إلى آخر درجة، اللجوء إلى التفاوض والحوار، هذه هي سمات هذا العصر، والاستعداد لتقبل لنقل إفرازات العولمة من اقتصاد حر، من إعمار، من حرية إعلام إلى آخره. اليوم الكثير يتهمنا بأن لنا علاقات مشبوهة إلى آخره، هذا ليس صحيحا. الصحيح هو إذا قارنا حتى الموقف الدول المتقدمة والديمقراطية من إقليم كردستان وبعض المناطق الأخرى وبعض الشعوب التي هي أيضا لها قضية محققة، تنظرين لنقول التأييد لتلك القوى أو المناطق أو الشعوب أضعف إذا لم يكن معدوما. لذلك بعض يقول أنتم مرتبطون إلى آخره، لا، هذا نتيجة لهذا الدرس اللي تعلمناه في 75، أنه إذا كانت أهدافك وممارساتك متماشية مع الخط العام للعصر فستحصل على الدعم. بعكسه هو ما حدث في 75، احنا كنا نريد القاتل، كنا نريد وبالنظر للآخرين نعتبر عامل مزعج لعدم توصل دول الأوبك إلى اتفاق. طيب نرجع على اتفاقية 11 من آذار، برأيك هل هي صحيح أنه هي أكثر اتفاقية موثوقة قامت بها الحركة الكردية طبعا مع الجانب العراقي في الأنظمة السابقة، لو أكو اتفاقيات أفضل منها؟ لا، ما أنا أعتقد، أنا أشرت في جوابي السابق أنه واحدة من المكاسب الكبيرة وإيجابيات اتفاقية آذار، مع أن الحكومة تراجعت عنها ولم تنفذ، وحتى بعدها جت الأنفال وجت القصف الكيميائي، الفائدة الكبيرة منها أنه وثيقة دستورية ثبتت في النظام العراقي لأول مرة في الأربع دول اللي تشارك أقسام كردستان، باعتبار حق الحكم الذاتي حق طبيعي، وهذا تم تثبيته في الدستور. قبلها ما كان اكو شيء طبعا. الانجاز الثاني هو ما ورد في قانون الاداره المؤقته 2003-4، وبعدين في الدستور العراقي. صحيح. مساله الاقرار بحكومه اقليم كردستان وبواقع ان كردستان هو اقليم وإلى آخره، هذا الإنجاز الثاني. هذا لم يكن ربما يمكن تحقيقه لو لم تكن اتفاقية آذار. كما قلت، اتفاقية آذار كانت الحد الأدنى، ولكن الدنيا تتطور والظروف تتطور. يعني هذه ثمار الاتفاقية، قبلها لم يكن. صحيح، البعض ممكن يقول الآن اللي يسمعني يقول لا، قبلها كان أكو اتفاقية سيفر، لكن هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب. يعني حتى اتفاقية سيفر تم إلغائها بسهولة. طيب. وبشرط يعني مقبولة أيضا، أنه الحكومة الجديدة التركية قالت هذا كان مع العثمانيين المنهزمين. طيب. واليوم نحن دولة أخرى لا علاقة لنا. إذن تبقى اتفاقية آذار هي الأولى والأهم. طيب. وهي التي مهدت لما نعيشه. طيب. اليوم نرجع نعرف رأي حضرتك، هل استطاع الإعلام الكردستاني برأيك تخفيف أثر النكسة الكردية بعد عام 1975؟ يعني هل كان له دور إيجابي في تقوية المواطنين؟ نعم، في الحقيقة أشكرك على هذا السؤال. هذا السؤال يخلينا نرجع نراجع الإعلام الكردي، يعني إعلام الحقيقة الحركة التحرير الكردية. نعم. كيف كان وضعه في ذاك الوقت؟ الرئيس خالد برزاني خالد أعطى أهمية كبيرة للإعلام، لذلك يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه كان عنده جريدة مركزية رزقاري وبعدين خبات. نعم. باللغة. نعم. العربية طبعا، حتى يوصل رسالته للخارج كردستان أيضا. ومن 1963 كانت لنا إذاعة، أنا أذكر كنت طفل في بغداد وكانوا أهالينا يغطون نفسهم ببطانية ويستمعون إلى إذاعة صوت كردستان. نعم. مع كل التشويش، يعني أغنية هاني هاني كان أكو، اليوم صاير مصطلح في كردستان يقول لك شنو هذا الهاني هاني علي، يعني هذا التشويش. ليش؟ لأنه كانت في الحقيقة ناجحة
في إيصال أولا حقائق الأخبار، لأنه تعرفين في القتال كان يقتل ناس، يجرحون، يؤثرون. الحكومة العراقية كانت تتجاهل الإشارة إلى ذلك شيء، وثانيا كانت تنشر تقارير، تنشر بيانات، تعليقات، مقالات تبين حقيقة الحركة التي كانت تتهم بأنها موالية إلى آخره. ثم طبعا في الستين، في أيضا مراحل الانتفاضات بدأت تآخي في بغداد، لا زالت مستمرة. بعد إيقاف القتال في 1974 طبعا الإذاعة تم تفكيكها وإخفائها، وتأخرنا في الحقيقة في إصدار جريدة إلى أعتقد 79-80. أنا ذاك كنت في يعني الهيئة العامة للحزب الديمقراطي الكردستاني فرع أوروبا، أتذكر طلعنا جريدة اسمها صدى خباد بالعربي، كانت تطبع بالآلة الطابعة وبالفوتوكوبي. ثم في دمشق أيضا ممثليتنا طلعت أيضا إصدارية، إلى أن تم بعدين بعد مؤتمر الحزب بعد 79 البدء بإصدار جريدة خبات. وفي أعتقد كان الشهر الرابع أو الخامس 1980 شاركت أنا بكل فخر في إعادة تشغيل إذاعة صوت كردستان. نعم. اللي كان لها طبعا بث عربي كردي إلى آخره. نعم. لذلك تشوفين أنه المجال تحرك الحيز اللي كان مسموح إلى للإعلام كان ضيق جدا بسبب تلك الظروف، ولكن مع ذلك يعني في 27/11 أنا أعتقد 1975 طلع بيان يعني يعلن عن تشكيل القيادة المؤقتة لحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. تحت عنوان كردستان الساحة الحقيقية للنضال. وكان في ذاك الوقت العراقيين بدأوا، النظام العراقي بدأ حركة تهجير، تسفير، ترحيل. نعم. للجنوب، هدم القرى، وطلع بيان يبشرهم بأنه الحركة ستبدأ من جديد وأن أبنائكم لا زالوا موجودين. هذا الدفع، اندفاع يعني دفع كبير للناس، حتى يقال أنه اللي كانوا يساقون إلى الموت كانوا. نعم. يعني بمعنوية عالية جدا. نعم. إذن يمكن أن نقول باختصار جدا، نعم، الإعلام كان نافذة الوحيدة. وأنا أتذكر في سبعينات وحتى ببداية الثمانينات بي بي سي البريطانية كان لها مكتب في قبرص يتنصت لإذاعة صوت كردستان. نعم. وكان ينشر في نشراته أيضا قبل الإنترنت وقبل الفضائيات، كان ينشر أخبار ويشير إلى المصدر هو إذاعة صوت كردستان، وهذا دليل أهمية الإعلام. صحيح. عذرا للمقام، أنت حكيت عن الإعلام في كردستان سابقا، ممكن تحكي لنا عن الإعلام حاليا؟ نعم، في الحقيقة يعني استمرارا لهذا الاهتمام الكبير الذي أعطته قيادة حركة التحرير الكردية وبذات حزب الديمقراطي الكردستاني للإعلام، في 1971 بعد أن تمكنا من أن نؤسس الإدارة الكردستانية، حتى قبل أن تتأسس يعني حتى بـ 92 بسرعة غريبة أثارت استغراب الجميع. نعم. اندلعت قنوات تلفزيونية، ومثل ما يعني بالربيع شلون تطلع الورود. نعم. والغريب أن شبابا لم تكن لهم أصلا في السابق دراية بإدارة استوديو تلفزيون أو برامج. نعم. إلى آخره، حتى اختيار يعني الزاوية في السنة الأولى. أنا أعتقد صحيح اليوم بكل هذه التكنولوجيا الموجودة ممكن إذا تشوفين البرامج الأولى يعني تنظرين لها بنظرة أخرى، ولكن أنظر لها بإعجاب. نعم. بسرعة دخلنا عالم التلفزيون، عالم الـ FM، وتكنيك كيفية التمييز بين إذاعة FM وإذاعة أخرى. نعم. إذاعة الـ FM تعرفين لازم تكون الإذاعة اللي يفتحها المصلح السيارات في بيتها والمرأة في مطبخها. صحيح. صحيح؟ ما تتحمل كتير كلام وتحليلات ومقابلات، هذا بنجاح الجرائد والمجلات والصحف. نعم. يعني تطور لم يكن أحد يتوقعه. نعم. أنا بصفتي مبرمج كمبيوتر ومسؤول في كنت في الخارج في النمسا آنذاك. نعم. أفتخر بأن أقولها
بأنه أدخلت ما يسمى بنظام النشر المكتبي. نعم. يعني كتابة وتصميم وكل شيء من داخل، مثل ما اليوم شيء طبيعي تشوفه، صحيح؟ صحيح. لكن كانت بتثبت أيضا في بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني كان المبادر. نعم. أول إعلام. جميل. في كردستان اللي حول النشر الكترونيا. نعم. وذاك الوقت كان فقط ماركة واحدة الأبل، يعني الويندوز ما كان بهذا الشكل، ومشكلة الفونتات الكردية إلى آخره. نعم. إلى أن وصلنا إلى هذا الحد. في 97-98 لما كنت أنا مسؤول المكتب المركزي للإعلام. نعم. بتكليف من السيد الرئيس مسعود بارزاني قمنا بالتخطيط لي إنشاء قناة كردستان تي في. نعم. اللي كانت أول قناة تبث من داخل كردستان، قناة فضائية. واليوم أنتم تشوفون يعني تقريبا لنا وجود في كل المجالات. نعم. لكن خلينا نحكي عن قناة زاغروس مثلا، هل برأيك قناة عربية واحدة ناطقة باللغة العربية كافية لإيصال فكرة الشعب الكردي وصوته وتاريخه وعمق ثقافته يعني لكل الشارع العربي بعيدا عن السياسة؟ أرجو من الأخ المخرج يتحملني، لأن هذا الموضوع فعلا يحتاج أنه نعطي حقه. نعم. ما دام تحارشتي بي وسألتي هذا السؤال لازم تنطيني مجال. تفضل. شوفي. إحنا بالنسبة لنا خاصة في كردستان العراق قدرنا أنه إحنا جزء من الدولة العراقية. نعم. وإحنا موجودين مع أخوة الناطقين بالعرب. صحيح. ونعيش في منطقة، يعني المنطقة ثقافية، المنطقة خلينا نقول ناطقين باللغة العربية. صحيح. لذلك وجود يعني وسائل إعلام باللغة العربية شيء ضروري، وكما قلت التفتنا إليها بالخمسينيات. صحيح. لما طلعنا أول جرائد بالعربي. نعم. وفكرة تلفزيون، قناة تلفزيون فضائية باللغة العربية طرحت في البداية يعني منذ 92. نعم. طوال وجودي بالمكتب المركزي للإعلام ربما البعض يقولها من ورائي، لكن أنا أقولها بصراحة، كان لي موقف سلبي. ليش؟ ليش؟ لحد اليوم أنا يعني هذا ينطبق اليوم على زاغروس أيضا. نعم. تفضل. إذا إحنا نريد نسوي قناة تنطق بالعربية، يعني تتوجه للناطقين بالعربية. نعم. أو للعرب. نعم. نريد نقلد قناة موجودة إحنا فاشلين. نعم. إذا نريد نجيب البرامج اللي تقدمها بقنوات أخرى، لأنه هي مثلا قناة تبث لأهل العمارة أو لأهل الرمادي حاجاتهم شيء آخر، لكن إحنا قناتنا للغة العربية في تصوري يجب أن تكون إذا ندخل يا زاغروس. نعم. يعني لا تقصد زاغروس، أنا أتكلم بمبدأ كمبدأ. نعم. اللي كنت أقوله في ذاك الوقت اليوم أيضا، وهذا المبدأ اللي أنا بصورة عامة يعني من أحكي. نعم. بصورة عامة هذا يعطيني مجال حتى تفهمون ليش لما. نعم. أقيم زاغروس. نعم. الهدف الشيء الثاني، يجب للقناة الكردية الناطقة بالعربية أن تخدم أولا أن، لأن هناك صورة مشوهة عن الكرد، عن كردستان، عن طبيعة الشعب، عن تاريخه، عن. نعم. طبيعة الحكومة هنا. No. احنا نتكلم هنا لغة غريبة عن منطقة الشرق الاوسط، مساواة واحترام المرأة. صحيح. وإلى آخره. No. هذه مسائل غريبة عن لأن أنا اختصاصي عن المجتمع السياسي. No. أعرف كم إن من الناحية الثقافية احنا غريبين. إذا واحدة من الأهداف القناة الناطقة بالعربية أن تعمل على تعديل هذه الصورة. No. أو على الأقل الرد على التشويه. نعم. No. عجب، كل قناة لازم تسأل نفسها ايش قد قدمت انا، ايش قد بالمية من برامجي تخدم هذا الهدف. نعم. الهدف الثاني هو ان تقدم صورة لما موجود في كردستان. هذه الصورة تتضمن احنا عندنا كوادر وامكانيات وخبر ممكن حتى ممارسة مع الديمقراطية تفوق البقية. نعم. هذه القناة العربية يجب ان تكون منبر لهؤلاء. انتم مو شرط بس تسالون الضيوف عن اتفاقية الجزائر، عن الكرد شي يريدون. صحيح. احنا عندنا اساتذة عباقرة في مسائل قانونية، في مسائل يعني كثيرة، وفي كردستان ايضا يحدث في كردستان يوميا شيء مختلف عما يجري في بقية اجزاء العراق. هذه القناة ثالثا اذا يجب ان تعكس هذا الشيء. وبالأخير طبعا القناة في كل عالم أيضا يعني برأيك يجب أن تكون تغطية ميدانية.
رح أوصلها. في كل العالم أيضا الإعلام يعتبر واحد من اللي نقول الممولين لحركة السياحة في دول إعداد السياحة. صحيح. قناة الكردية يجب أن تركز، يجب أن تسأل نفسها يوميا كم قدمت خدمة لكي لنقول تشجع عائلة كردستان عراقية أن تجي إلى كردستان. أي قناة وأي وقت أي برنامج بتصوري الشخصي لا يخدم هذا الشيء، المحافظة على شخصيته الخاصة اللي تهدف لأهداف تشويه، إزالة التشويه، تقديم ما عندنا من إمكانيات، ولنقول دعاية سياحية. كل برنامج لا يخدم هذه الأهداف أنا أتصوره زائد. وكل برنامج يقلد برامج أخرى أنا أعتبره أيضا زائد وما يفيد. المواطن العربي متعود يباوع على قناة فلانية فلانية، ما أقول أسماء، ما ممكن يقول للمرته بالله وديها على القناة الكردية حتى أتباوع على برامج. ماكو، أنت لازم تفرضين نفسك عليه. شلون تفرضين نفسك عليه كقناة؟ أن تكون مختلفة. أن يبحث عن شيء لا يجده في القنوات الأخرى. يعني برامج الحوارية اللي يسموها برامج حوارية، هو وين أكو حوار بالشرق الأوسط؟ إما أني تقبلين رأيي أو أقتلك. هذا هو اللي نشوفه. ماكو داعي قناة عربية كردية تقلد هذا الأسلوب. الشيء آخر مثلاً، أما كما قلت أنا أفتقد، إذن راح أدمجها مع السؤال التالي هو رأيي بزاغروس، تمام؟ نعم. أنا في زاغروس أطمح إلى أن أشوف برامج حواري مو جدال. نعم. أنه أجيب 2-3 مختصين في المياه، 4 مختصين بالقانون، ومحاور مختص يتحاورون، مو واحد يقول لك رأيك شنو ردك عليه شنو. هذا الأسلوب فاشل، هذا الأسلوب بدأت الجزيرة لأسباب معينة. من هذا ممكن يكون تقييمي لزاغروس أيضا مختلف عن تقييم الكثيرين. ليش؟ أنا عندي النظرة هاي، يعني أنطلق من نظرتي من واجب الإعلام الذي يبث باللغة العربية من كردستان. وهو هذا كان سبب أنه ولام كنت آني، أنه أنت السبب كنت أنه موقفك السلبي وعدم رضوغك. هذا ينطبق على المجلة العربية أيضا، هذا ينطبق على الجريدة العربية أيضا. نعم. يعني أنا ليش أتعب نفسي أنا إذا أتوجه للناطقين بالعربية حتى أحقق هاي الأهداف اللي قلتها، الصورة المشوهة وما عندنا وإلى آخره. لذلك أتمنى زاغروس خلال عمرها القصير أن تفكر على الأقل الأخوة الموجودين اللي يسمعوني في مدى هذا التوجه اللي أنا عندي صحيح لو مو صحيح. وبالتأكيد مو صح، مو شرط. أنا دائما أقول أن يجتهد المرء، أن يجتهد المرء هذا فضيلة، أن يكون صح فضيلتين. بالمناسبة إذا تسمحوا لي زاغروس، أشار أحد تقاريركم أيضا إلى أن زاغروس كقناة فضائية حقيقة بدأت 2005 أعتقد 2004 مو 7 مثل ما أشار. ليش؟ لأن إحنا بمبادرة من أنا لازم أقول اسمه، أخ عزيز الشاعر والفنان والإعلامي أزاح حسيب قرداغي، كان أنا ذاك يشرف، فتحنا فتح بمبادرة منه حقيقة ومجازفة أيضا. كان زاغروس الكردي عنده فرع عربي أيضا، بدأ في ساعة ساعتين بالبث. صحيح. وبعدين اتطور. أنا أتذكر ليش ما أقول 2007، في صيف 2005 أنا شخصيا قدمت برنامج في زاغروس العربية سميناه مدرسة الدستور. نعم. كان هدفه نشرح مواد الدستور للناس بحضور جمهور ويسألون. نعم. يعني بطريقة باوربوينت وكذا. هذا كان 2005 قبل، يعني تمهيدا للتصويت على الدستور. وأنا جتيني ملاحظات من كثير من الأخوان والأصدقاء السابقين اللي كنا ببغداد بالجامعة وشافوني هناك ويخابروني ويقولون هذا البرنامج جيد ويستمروا عليه. إذن الخبرة اللي اكتسبها الأخوان المصورين واللي موجودين بالتنسيق، المحررين في هذه الفترة القصيرة من زاغروس، في الحقيقة استفادت منها زاغروس الفضائية. نعم، هو هذا الشيء اللي حابين نحن انه نشير له، انه عبر هاي السنوات في تطور وصار الى بصمة قناة زاغروس. بالضبط. نعم. لكن اسمحوا لي انا اقول مرت الاخ رايي الشخصي. طبعا نحترم رايك. على زاغروس انا برايي الشخصي ان تراجع نفسها كل 3 اشهر وتقيم برامجها وتسال نفسها
إيش قد قدمنا فيه لتشويه لإزالة التشويه، إيش قد قدمنا لتعريف الناس بكردستان، إيش قد خدمنا الحركة السياسية، إيش قد إحنا ابتعدنا عن تقليد الآخرين وتقديم صورة أو هويتنا الخاصة بنا اللي تجذب الناس إلنا. أكيد يعني وهذا واجب يجب يكون مستمر. ملاحظاتك ثمينة وأكيد رح نأخذ فيها. كإعلامي متقاعد قبلوها مني. أكيد نورهم رأيك طبعا، ونتمنى لو أكو وقت أكثر حتى نكمل. أوكي. بس نعتذر الضيق الوقت. لا نشكر تواجدك ويانا أستاذ عبد السلام بلواري المحلل السياسي والأستاذ الجامعي. ولو عندك كلمة أخيرة تحب تقولها. أنا مرت الأخ يعني بالمناسبة بعد هذا كله أتمنى التوفيق والنجاح للعاملين في قناة زاغروس والإعلام إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني والإعلام الكردي كله. أنا أقول للأخوات والإخوة اللي يظهرون على الشاشات، الناس يقبلون ما تقوله وأفكارك بعد ما يقبلوك أنت شخصيا. أكيد. لذلك ضروري جدا أنا بتصوري دائما نصيحتي للي يطلعون بالتلفزيون، أن أكون على طبيعتي أولا. صحيح. ثانيا أن أعرف المسؤولية الكبيرة على عاتقي. لما أنا أقدم برنامج في زاغروس اللي معروف هي من وراها وكذا، صحيح، يجب أن يكون تصرفي مع ضيفي، تصرفي مع الآخرين، طريقة كلامي، لأنها ستحسب على الجهة اللي أنت محسوب عليها. وأنا متأكد الإخوة قادرين على ذلك وناجحين. أكيد. وشكرا كثير لتواجدك معنا ولمعلوماتك القيمة. أشكركم أنه قبلتوا كلامي الطويل، وأكيد المخرج كان يضغط عليكم. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك. نورت صباحنا.